النهارده كنا بنعلن نتيجة شغل 4 سنوات في تجربة رائدة في تطوير التعليم في مدارسنا الحكومية. احنا أول حاجة بنعشق مصر، وربنا أكرمنا بخبرة في التعليم الدولي لمدة 23 سنة، والمدرسة بقت ضمن أحسن مدارس على مستوى العالم، مدارس اللي بنديرها في المؤسسة. ورأينا إن من الواجب علينا ألا نقف مكتوفي الأيدة، ويجب إن احنا نساعد الحكومة في إعطاء نموذج للتعليم الدولي الحكومي اللي بنحلم بيه. هذا التعليم الدولي اللي احنا عايزين نقدمه تعليم يحافظ على الهوية واللغة والانتماء واللغة العربية، مش تعليم يخلي أطفالنا يتحولوا لأنصاف إنجليز أو أمريكان، يبقوا مصريين عاشقي اللغة العربية، عاشقي تراب هذا البلد، لا يريدون إلا تقدم هذا البلد، وفي نفس الوقت مخدين أحسن تعليم تفتح لهم أحسن الجامعات في مستوى العالم كله، وفي نفس الوقت ندي نموذج حي حقيقي بالإمكانيات الموجودة إزاي نقدر نعمل هذه المدرسة. أولا إعطاء الضوء للتعليم الجيد اللي احنا عايزينه شكله إيه؟ احنا عايزين نقول تطوير تعليم شكلها إيه المدرسة اللي احنا نفسنا فيها؟ هذه المدرسة تعطي شكل كامل للمدرسة بإمكانيات موجودة، مدرسين مدرسي التربية والتعليم بتجربة فيها رائدة في تعاون المجتمع المدني مع وزارة التربية والتعليم المصرية مع مؤسسات دولية، كله بيجتمع مع بعضه في حب مصر علشان يعطي هذا النموذج. هذا النموذج نجح وتم تصدير النوهاو أو كيف تم، وتم اعتماده على محورين، المحور الإداري ومحور التعليمي الذي يؤكد استمرارية هذا النجاح، بأن احنا أسسنا لتوكيد جودة لشهادة الايزو 9001 من منظمة اللي هي منظمة بي اس اي في انجلترا، وهي منظمة خارجية بتفتش على المدرسة كل سنة علشان تؤكد احترام المدرسة لاشتراطات الايزو 9001.